قوم بقى ايه الكورسة سريع هنشوف مع بعض. عندي دقيق ولبن زيت سكر ملح خميرة سريعة والبيض. اهو وننزل الدراع عليها ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي بضايا للوجه نديها شوية لبن، عايزة معلقتين بالظبط بس كده. نسرق عشان نلم نفسينا. بعرف العجينة تستوت وتجانس مع بعضيها لما بتبيض وتنضف لي المكنة. يعني ازاي تنضف المكنة؟ اهي المكنة بتاعتي نظيفة كده، وادي العجينة بتاعتي. لازم تخمر على الاقل نص ساعة، على الاقل نص ساعة. بقول لي لحق تخمر؟ لا يا عم ده اكزامبل. دي العجينة ممكن اقطعه مني كورسال، ممكن اقطعه كبير في ايديا دي وايديا دي كده، واروح اعمل كده اهو اهو اهو. ممكن نحشيه بالجبنه، نحشيه باي حاجه انت عايزها كده. هنا اهو المخرج بيقول لي فعلا ده هيطلع زي الكورسات. الله، وانا يا ابني بضحك عليك. لا اله الا الله.